السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله غادي نحاول نشوفوا معكم هذا التمرين هذا اللي شت فيه بعض الأسئلة المهمة وموجهة وبدقة إن شاء الله غادي نحاول نخدموا هذا التمرين هذا كتمرين مقترح على, على الإكسبونسيل أن أننا درنا واحد التمرين في الأول مقترح على الإلين دابا غنديرو على الإكسبونسيل Donc que que soit f une fonction définie sur r, r est défini sur r. Donc f de x, x4, x morba, x narrissage, juge exponentiel de x. Voici, a montrer que f de x, moins l'infini, Puis donner une interprétation. جيومتريك او ريزولطا اوبتوني يعني غادي نحاولو نخدمو ليميت دو موان لانفيني دو اف دو اكس ونبينو بان كيساوي صفر ونعطيو واحد الريزولطا دونك نحاولو ان شاء الله نبداو بليميت موان لانفيني دونك ديال ديال اف دو دي اكس دونك كيف كنقول ديما خصنا واحد التعويض بالداله اللي هي اكس ناقص جوج اكسبونسييل دو اكس دونك اي كندير تطبيق مباشر كتجيني ناقص لانفيني ناقص جوج هي ناقص لانفيني ناقص لانفيني مضروبه او او دو ناقص لانفيني هي صفر صفر في لانفيني فورم ان لاننا كنعرفوا بان ليكسبونونسييل دي اكس عند موال لانفيني اكسبونونسييل ديال اكس عند موال لانفيني اكسبونونسييل موال لانفيني كيساوي صفر كنعرفوا بان اكسبونونسييل بلس لانفيني كيساوي بلس لانفيني دونك هادو معلومات خصنا نكونوا كنعرفوهم دونك اكسبونونسي مود لامفيني يعطيني صفر هادي كلها لحقاش ناقص مالانيه ناقص جوج كتبقى ما كتاثرش على ناقص على لانفيني كتبقى ناقص ما لا نهايه دونك ناقص ما لا صفر فورم انديتيرميني وغادي ندير فورم انديتيرميني دونك يعني كيستدعي انني نفتش على ان ديفلوبمون دونك احسن ديفلوبمون هنايا كيبان غير تشوفو التعميل فكر في النشر دونك غادي نحاول نشرها ليميت دي ديال موان لانفيني ديال اكس مضروبه في الاكسبونونسيال اكس هي اكس اكسبونونسيال اكس ناقص جوج هي ناقص جوج اكسبونونسيال اكس يعني ما غير انني نشرت دونك هذه كقاعده ايزيول عندي كتساوي في الموال لانفيني كتساوي صفر وتبقى لنا ناقص جوج او دو موا او دو اكس اللي قلنا هي او دو موال لانفيني تاهي كتساوي صفر دونك صفر ناقص صفر يعطيني واحد العدد اللي هو صفر وبالتالي سكيل دي ديمونتري من السؤال اللي طلبو لنا دونك لانتربريتاسيون جيومتريك غادي نعاود القاعدة هو أن ليميت في بلوز أو موان لانفيني ديال اف دو اكس الى عطاتني واحد العدد ا ها هو نمشيو حنا على حساب القاعدة هي عطاتني واحد العدد بي هاد العدد صفر في هاد الحالة هو العدد B. فيني. بي وعندنا موال لانفيني كنقول بأن إيكغيك إيكالا بي كنقول اون أسامبتوت كيفاش إيكغيك كيكون ديما أوريزونتال اون أسامبتوت أوريزونتال

Asymptote horizontal AC de F au voisinage DLH plus moins l'infini. Donc ce L, quand on donc B, on là, on a on a là, Petit a on زائد من هذه اف دي اكس دونك غادي نحاول نحسب ليميت بلس لانفيني ديال اف دي اكس حسبنا عند ناقص ما دابا غنحسبو عند بلس لانفيني دونك كيما العاده تطبيق مباشر للقاعده العلاقه الداله ديالي نحطها ونشوف عاود التطبيق المباشر واش تخرج لي دونك هنا زائد, منها. زائد, منها. زائد منها. ناقل الجوج. ناقل الجوج. ما لا زائد ما ناقص جوج ناقص جوج ما كتاثر والو على زائد ما لا ماشي الضرب راه الجمع وليك يعني هذا كله غيمشي بلس لانفيني وعندنا قلنا اكسبونونسيال ديال بلس لانفيني كتساوي بلس لانفيني دونك والضرب ديال بلس لانفيني فوا بلس لانفيني هادو في الضرب هو بلس لانفيني دونك هذا الضرب تطبيق مباشر خرجت لي كتساوي بلس لانفيني في بلس لانفيني كتعطيني بلس لانفيني دونك النتيجه ديالي تقريبا صحيحه علاش يعني لاحظت السؤال الثاني كيف كنقول لكم القا اف دو اكس على اكس عند بلس لانفيني اي ان هاد النتيجه عطاتني بلس لانفيني او مول لانفيني فقط كتبقى لي اما بلس لانفيني ديالي صحيحه ولا ماشي صحيحه جدول التغيرات هو اللي غادي يبين لي واش صحيحه ولا ماشي صحيحه دونك نكملوا حسبنا ليميت ديال بلس لانفيني عند اف دو اكس دابا غنمشيو ندوزو لي برونش انفيني يعني هادي كتعطيني الباساج فيغ لو برونش انفيني ديال اف دو اكس على اكس الا إيه طبقت مباشره غتجيني زائد مالا هي يعني كنتيجه هذه الاولى اف دو اكس زائد مالا الثانيه زائد مالا نهائيه ثاني فورم انديتيرميني لان قلنا وعاود غادي نقول بان بي من بين الاربعه ديال الفورم اللي كتقراو نتوما انديفيني ولا انديتيرميني هي الصفر على الصفر لانفيني على لانفيني او صفر مضروب في لانفيني و البلوز او موان لانفيني بلوز او موان لانفيني يعني فاش كيكون المجموع ديال لانفيني ولكن باشارتين مختلفتين دونك غادي نعوض كما العاده غادي تجيني اكس ناقص جوج او دو اكس الكل على اكس عن زائد ما لا نهايه دونك كتساوي ان الا خليت عندي دابا عندي الضرب يعني نخلي هذه بوحدها اكس ناقص جوج ونضربها في او دو اكس والاكس نعطيها لاو دو اكس هنا عندي الضرب اكس كتمشي مع المقام مع واحد فيهم لان الضرب ماشي عندي جمع باش نقول نفرق عليهم دونك ما يتغير لي والو النتيجه تبقى لي تقريبا هي زائد ما لا نهايه علاش لان عاود هنايا تبقى النتيجه زائد ما لا نهايه وهذه عندي ليميت ديال ليميت زائد ما لا نهاية دي إكس على إكس كيساوي لنا زائد ما لا نهاية دونك هادي كتمشي لبليس لانفيني دونك النتيجة هي بليس لانفيني علاش الضرب ديال جوج الضرب ديال جوج ديال الدالات اللي كيكون كي عندهم نهاية ديال بليس لانفيني دونك بليس لانفيني في بليس لانفيني قلنا هي بليس لانفيني دونك هادي هي كنتيجة دونك معللا اجوبتك يعني احنا بينا قالك استنتج الفرع اللانهائي وغير من الكلمه يعني دي 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 السي دي ديال استنتاج يعني ديدوي لا برونش انفيني دو سي دو اف او فوازيناج ا سي دو اف او فوازيناج ديال بلس لانفيني دونك حنا غادي نذكروا عاود بالقاعده كيف كنقول ديما كنذكر بالقاعده يعني الا كان ليميت ديال او موان لانفيني دي اف دو اكس على اكس عندو جوج النتائج فاش كيطلبوها لنا بالنسبه هو في, في نورمالمون عنده ثلاثه النتائج نتيجه كتساوي الصفر هي كتساوي واحد العدد ا ونتيجه كتساوي واحد العدد ا اللي هو كيخالف الصفر دونك وعندي نتيجه اما بلوز مو لانفيني. موان دونك هذه ما كنخدموش الا كانت غتخدم تخرج لك بلوز او موان لانفين ما كيحطوها لكمش نتوما تا كيخليوها يعطيوها لك استنتاج في بلاصه بطوط اوبليك في الاخر حتى كتحسب اف دو اكس موان داك الاي اما بالنسبه لكم فهما هاد الجوج يعطيك يعطيك اف دو اكس على اكس عندك جوج اللي كينفعوك هو ان تخرج لك واحد العدد كينتمي ل اللي هو ا أه. اللي غادي نقولوا ديك الساعات ان عندي لاحظ ان عندي هنا غير نشوف انا نقول لكم ديما غير تشوف اف دو اكس على اكس ديما عندي اون برونش بارابوليك ديما يقلع لك الطبيب ولكن ان فوا كتعطيني هذا ليميت عند هذا الاف دو اكس على اكس كتعطيني واحد العاد اي ينتمي ل ار يقدر يساوي صفر براسو دونك شنو كتكون عندي كيكون عندي برونش بارابوليك فيغ آه عفوا راه ماشي يساوي ا آه يساوي صفر وهنا يخالف صفر دونك كنقولوا واحد البرونش بارابوليك فير و اكس وبالتالي الى عطاتني زائد مانيا ولا ناقص مانيا كنقول اون برونش باراابوليك فيغ او ايكغيك كاين اللي غادي يقول لي كنصاد شي مره كيقول لي فيغ ل... فيغ لي زاكس دي زابسيس راه هو او اكس فيغ لي زاكس دي, دي زوردوني هو او ايكغيك دونك شنو غادي نجي انا ونحط كقاعده ديالي كاستنتاج لا ديدكسيون او لا انتربريتاسيون جيومتريك هو نقول انا عندي عندي ان عن اي وكنزيد من فوقهم او فوازيناج دو بلوس لانفيني ولا دو موان لانفيني هذا هو لو فوازيناج دونك غادي نجي وغادي نقول ليميت ديالي زائد ما ديال اف دو اكس على اكس عطاني زائد ما نهايه هذا يعني ان سي دو اف مالو ادمي اون برونش بارابوليك فين فير او واي ها هي قلنا فير او واي او فوازيناج شكون هو الفوازيناج هو لانفيني فاش كيكون عندي تحت الليميت اما الا كان عدد راه ماشي فوازيناج au voisinage de plus l'infini. Donc, c'est-à-dire l'interprétation des Donc, je kan contrôler un des CDF admis une branche parabolique vers Y au voisinage de plus l'infini. Donc, ce al-mouali ou awa juge. Alif. venez petit a, montrer

مع ان العلم يقدر ان الاغلبيه ديال التلاميذ هذا العام هادو ما وصلوش في الكور ليكسبونونسييل ولكن لا باس نحطو عليه شي حاجه لا ربما يتحط اما الاغلبيه انا كنتوقع ان حتى 96% يتحط في الالين دونك نشوفو اف بريم وغنذكروا بالقاعده ديال اف بريم هنا الا لاحظت بان غادي نلقى عندي بحال عندي جوج عندي اف و جي يكون عندي القاعده اف و جي اش كتقول لي القاعده ان الى كانت عندي اف و جي بريم كنخدم اف بريم في جي و عليها اف عاود عاديه في جي بريم دونك قاعده دونك غنحاول نطبق على هذه هي اف انا خدا في الاول بريم ونضربها في او دو اكس ماشي بريم ونزيد عاود اكس ناقص جوج ماشي بريم ونضربها بحال قلت في القاعده او دو اكس و بريم دونك الاكس ناقص جوج مركب دالتين دخلت له الاشتقاق غادي نشتقها دي بوحدها ودي بوحدها اكس بريم هي واحد وناقص جوج هي صفر اذا واحد ناقص صفر غتعطيني واحد واحد غنضربها في الاكسبونونسيال ديال اكس غادي تجيني اكسبونونسيال دو اكس زائد اكس ناقص جوج اكسبونونسيال ديال اكس بريم كتبقى هي نفسها راني يعني ديما كنقولها ديما عندك الاكسبونونسيال اكس بريم هي او دو اكس حفظها دونك هي او دو اكس دونك هنا غادي يبان لي بان عندي تعميل هنا وهنا لان الا جيت نشوف القاعده هما قالك كاز عندهم غير اكسبونونسيال وحده دونك وباين ناقص هنا يعني كاين تعميل دونك باش غنعمل بالتشابه اللي هو اكس اكسبونونسيال اكس ندير ديك الاكسبونونسيال اكس ونفتح واحد القوسين قبل منها ديال التعميل دونك شنو غادي نقول عندي اكس هنا في هذا العدد كله اللي قبل الزائد هزيت ها الفرق بيناتهم هو الزائد هزيت ليكسبونونسيل ديال اكس شنو بقى اي عدد كنهزو كامل من بلاصتو في المات كيبقى بلاصتو واحد هزيت من هنا اكسبونونسيل اكس بقى لواحد ولكن هاد الواحد بقى مع اكس ناقص جوج يعني هزينا من هنا اكسبونونسيل اكس بقات واحد نضربها في اكس ناقص جوج يعني شنو بقى هي اكس ناقص جوج دونك الى دخلت العملية عندي الزائد هنا يعني هاد الناقص ما تبدلش و هاد الزائد ديال هاد إكس ما تبدلش دونك غتجينا واحد زائد إكس ناقص جوج واحد ناقص جوج غتولي ناقص واحد و غادي يبقى دونك مضروبة في أو دو إكس دونك هادي هي شكون اللي بغينا نوصلو لها سكيفو بلا ما نديرو هادي نقولو سكيفو ديمونتري يعني إكس ناقص واحد هي اللي مطلوب في أو دو إكس قالك ثم ضاع جدول تغيرات الداله اف باش نوضع جدول التغيرات ديال الداله اف كيخصني نيتيدي لو سين ديال اف بريم دونك باش نيتيدي اف بريم عا ثاني كيخصني خدمه واحده اخرى دونك شنو لقينا الداله ديالنا هو قالك بان بين بانها كتساوي هاهم قالوا لنا وطلبوا منا اننا نبينو بان ان اف ديال اش اف عندنا اف بريم ديال اكس كتساوي اكس ناقص واحد اكسبونونسيال ديال اكس دونك في هذه الحاله فاش كتساوي لنا اكسبونونسيال ديال اكس اكس او دو اكس نعلم يعني قلنا توجور مهما يكون اكس ابارتي انا ار عندنا توجور ليكسبونونسيال د اكس كبر من الصفر دونك الاشاره ديال اف بريم دو اكس شكون اللي بقى كيتحكم فيها غادي تحكمنا فيها اكس ناقص واحد علاش لان ما عرفناش فوقاش كتكون موجبه وفوقاش كتكون سالبه علاش لان كاين الفرق ناقص ودونك هذه ت... دونك غادي نقول اف بريم دو اكس برون لو سين يعني برون لو سين دمن دو اكس موان ز شنو قلت لكم اي حاجه كتاخذ اشارتها كتاخذ الاشاره ديالها هي اكس موان ا كتاخذ الاشاره ديال اف كنقبطها وندير لها كحل المعادله كنحلها دونك هذا يكافئ ان سهله مهلا نصيفط الناقص هنايا او نزيد هنا واحد ويرجع لي هنا واحد لان الميزان خصوصا نصيفط الناقص واحد لي تولي باشاره موجبه اللي هي واحد دونك اكس الحل ديال هذه هو اكس كيساوي واحد ولكن باش نعرف الاشاره كيخصني نحط يعني قلنا ان اف بريم دو اكس تاخذ اشاره اكس ناقص واحد دونك وعندها الحل اكس ناقص واحد عندها الحل هو واحد وحنا المجال التعريف ديالنا هو ناقص ما زائد ما لا نهايه دو اكس دونك باش نعطي جدول التغيرات عفوا هادي ما نديرها باش نعطي جدول التغيرات هنا كنلاحظ بان ا ديال هذا العدد هو واحد وموجب يعني هنا قبل كنديرو عكس اشاره ا وهنا عندي واحد موجب العكس ديال الاشاره الموجب هي السالب وهنا كتكون اشاره ا دونك غادي نلاحظ غادي نلاحظ بان باش نزيد اف دو اكس باش يكمل لي الطابلو ديال الفارياسيون دونك عندي هابطه طالعه ان ناقص دي كروسونت. زائد كرواسون دونك غادي نحاول نحسب اف نعطي لواحد الاكس واحد باش تحط هنا اف دو واحد اف دو ان يعني نعوض الاكس بالواحد غتولي لي اكس ناقص واحد اكسبونسيل دو ان قلنا اي عدد اس واحد كيساوي نفسه واي عدد اس صفر كيساوي واحد دونك حنا هادي اللي محتاجين بها يعني ان غادي تساوي لنا هنا الى عوضنا بالواحد هنا بلاصه اكس غادي هنا هنايا اكس ناقص جوج عفوا اجينا واحد ناقص جوج هي ناقص واحد نضربها في ليكسبونسيال غادي ناقص او وحنا كيف كنعرفوا او اه هو ليكسبونسيال ديما موجب بالناقص غادي يكون سالب ان شاء الله دونك هنايا حسبنا حنا بينا قالك بين ان ليميت ديال موال لانفيني كتساوي صفر دونك ليميت ديالها كتساوي صفر ومو... وبينا هنا ان ليميت زائد ما يعني عقلتي وقلت لكم باش نعرفوا غيطلع لي زائد ما يعني ولا ناقص ما باش نعرف النتيجه ديال زائد ما صحيحه هو من الشكل ديال جدول التغيرات وكي كنشوفوا كتهبط من صفر ناقص او يعني ناقص جوج فاصلة تقريبا جوج فاصلة سبعة وثمانين وكترجع تطلع لبلوس لانفيني دونك منطقي طابلو ديالي دونك ديال هاد الفارياسيون دونك النتائج ديال هاد ليميت كانت صحيحة دونك بالتالي هكا كنكون تراسيت لو طابلو دو فارياسيون دونك غادي يجي دابا غادي يقول لك حدد يعني السؤال اللي موراه غايقول لك ديتيرميني لي دو بوين دانترسيكسيون يعني جوج نقط ديال التقاطع ديال سي دي اف مع كل من محور الاراتيب والافاصيل يعني نقطة مع محور الافاصيل ونقطع مع محور الاراتيب دونك هنا نبغي نذكر بان تقاطع ديال جوج حوايج مثلا ا مع ب هو هو نحسب الفرق ديالهم ا ناقص ب و ندرس لو سين ديالهم دونك في الحاله ديالي هنايا تقاطع ديالي عندي السي دي اف مع من مع ي ديما انا عندي في المات ديالي السي دي اف يعني باش جوج كيتقاطعوا هو السي دي اف مع يعني ان اف دي اكس ناقص ي دونك هذا الاف دو اكس ناقص ي كنحل المعادله ديالو كتساوي صفر غير هو في الحاله ديال او اكس كتكون عندي اي تساوي صفر علاش لان اي نقطه اي نقطه مثلا عندي واحد الشكل داير هكا اي نقطه كيتقاطع فيها سي دو اف مع اكس راه ديما الاسقاط ديال اكس هو صفر كنلقاو اي يعني اي كيساوي صفر هذا هدا هذا الاسقاط ديالو فيرتيكال سميتو الاي هنا الاسقاط ديال اكس على محور الارتيب كيساوي صفر دونك وفي الحاله ديال تقاطع مع او ي يعني هنا مثلا ديما كيكون اسقاط غنلقى القوينه اكس زيرو كتساوي اكس كتساوي صفر يعني هنا ديما عاود اكس كتساوي صفر دونك باش نحدد تقاطع ديال سي دي دو اف اللي هو هذا مع او اكس كيخصني نحل هذه المعادله هذه ونبين هذه يعني خصني يغ نردو كيساوي صفر وباش نحدد تقاطع مع و مع و مع مع او اكس خصني يكون اكس كيساوي صفر دونك نقطتين التقاطع هنا باين لي ايغريك لاحظوا بأن عندي هنا ايغريك اللي هو صفر يعني وهنا عندي اكس اللي هو صفر دونك هنا بقى لي نفتش على ايغريك زيرو وهنا نفتش على اكس زيرو دونك الا كان ايغريك كيساوي صفر دونك غادي نجي وندير افيك مثلا لانترسيكسيون افيك avec... افيك او اكس مع محور الافاصيل دونك شنو غادي ندير في لانترسيكسيون مع او اكس غادي شنو قلنا الا كانت معاه اكس واي كتساوي صفر يعني هذه المعادله هذه ولات اف دو اكس كتساوي صفر دونك غادي نحل المعادله اف دو اكس كتساوي صفر دونك شكون هي اف دو اكس عندي اكس ناقص جوج اكسبونسيل اكس كتساوي صفر دونك شنو قلنا حنا اننا الا بغينا نخدمو عدد ا نضرب في عدد ب كيساوي صفر عدد ا في ب كيساوي صفر هذا يعني ان يكافئ ان ا تساوي صفر او بيان اللي كتعني هنا الجمع وفي المط او بيان كتساوي كتعني جمع او بيان بي كتساوي صفر هذا يعني الجمع او كتعني اما هذا يساوي صفر او هذا كيساوي صفر او بجوج بهم كتساوي صفر ولكن الا قلت اي بحال اللي كنقول الضرب اي هي اللي كتعني الضرب في المط راه القضيه معكوسه على الحاجه ديالنا في في الواقع دونك شغانجي غنجي غنقول هنا تكافئ ان اكس ناقص جوج تساوي صفر هذا الضرب او بيان عندي او دو اكس تساوي صفر من هذا المنطلق هذه امبوسيبل غتقول له امبوسيبل كار اون توجور او دو اكس كبر قطعا من الصفر علاش كيف ما خديتي اي عدد اكس خذ مثلا او دو ناقص جوج تلقاه كبر من الصفر عطيه الكالكول خذ اي عدد كيف ما بغيتي من ار فوق الاكسبونسيال ديما النتيجه ديالو كتكون تخالف صفر وموجبه يعني اكبر قطعه من الصفر باش تساوي صفر ما كاينش عندي شي عدد في الاكسبونسيال كيساوي صفر دونك شنو بقى لي هنا قال اكس ناقص جوج كتساوي صفر هذا يكافئ ان اكس تساوي صفر جوج ليه؟ تولي كتساوي جوج دونك عندي العدد جوج عندي بالنسبه ل او اكس شنو قلنا عندنا بالنسبه لإكس اكس واي صفر يعني الاوفصول عندي صفر والارتوب اللي عندي هو جوج دونك غادي نقول دو شنو قلنا جوج زيرو اي لو بوان

خصنا نحلوا المعادله اف دو صفر و يغ نسيف تواليت ولي هي ي ها المعادله اللي غادي نحل دونك شكون هي اف دو صفر يعني فين ما كانت عندي اكس نعوضها بصفر هي ناقص جوج ديالاش ديال اش ديال ليكسبونونسيال ديال صفر لأن اكس هو كتساوي لنا ي ليكسبونسييل صفر شنو قلتلكم عليه كيساوي لنا واحد دونك هادي واحد

مثلا هنا عندي ار كاملة دونك غادي ناخذ المجال كامل ما غاديش نخدم على اليمين او على اليسار ناخذ المجال كامل وندير في الوسط محور الأراتب دونك ما عطاوناش العبارات ناخذ حنا هذا العبار هو واحد وهذا العبار هو جوج يعني هذه هي جي وهذه هي اي دونك اول حاجه كندير هو كنلاحظ الطابلو ديالي كنلقى بان عندي واحد النقطه فين كيهبط ويضرب ويرجع يطلع واحد المماس يعني واحد او ناقص واحد دونك آه واحد ناقص او آه. دونك واحد هي هذه وناقص او آه شحال قلنا ها واحد ها جوج ناقص او آه هي جوج فاصله تقريبا سبعة وثمانين يعني ها ثلاثة تقول تقريبا هنا ناقص او آه هي تقريبا هنا دونك هو غير رفض النقطة هادي آه هنا نديرو الاسقاطات غتجيني هكا دونك هو في فهاد البلاصة هادي غادي يجي غيجي يمشي بلاصه دابا نقولوا شكون هي وغيضرب هنا ويطلع والنقطه نقاط التقاطع شكون هما قلنا هما الاولى هي جوج صفر والثانيه هي صفر ناقص جوج دونك جوج ها واحد ها جوج جوج صفر هي نفسها وناقص وصفر ناقص جوج ها الصفر عاوتاني ها ناقص جوج هي نفسها ها هي دونك هادو جوج نقاط ديال التقاطع دونك دابا غادي نحاول نشوف كيفاش عندي كيفاش عندي الخدمه دايره عندي فاش كيكون جهه ناقص ما لها الاكس هذا الاكس هذا اللي كيكون جهه ناقص ما لها نهايه ها ناقص ما لها الفوازيناج لي فوازيناج لي فوازيناج هما هادو ماشي هادو ها هما هادو اللي كيكون عندي اكس في ناقص ما لها نهايه طون فير لانفيني مو لانفيني شنو قلنا في التاويل الهندسي لهنا قلتي ولا اللي لهنا اي تساوي صفر يعني ادمي واحد ياش واحد لاسامبطوت اوريزونتال لي هو إيكغيك كيساوي صفر إيكغيك كيساوي صفر ها هو ولا سامبتوت أوريزونتال ديالو هو هادا. دونك هي شنو كتقولك أدمي كتجي سي دي إف كتجي مع إيكغيك إيكال زيرو وكتاخد أسامبتوت فيرت أوريزونتال شنو هو الأسامبتوت هو مقارب يعني أنك كتبقى ماشي في جنبها كاع أن سيرتان طون كتهبط علاش غتهبط لينا باش دوز من نقطة التقاطع الأولى ها هي اللي لقيناها هي صفر ناقص جوج وغادي تكمل المشي ديالها وتضرب في النقطه اللي قلنا لكم هنايا كتضرب في النقطه اللي هنا وتضرب هي واحد ناقص او ترجع تطلع ها هي هادي وغتطلع شنو غتمشي للنقطه التقاطع الثانيه اللي هي جوج صفر مع او اكس ها دونك هادو النقط اللي كانوا التقاطع مع او كريغ والنقطه التقاطع مع و دونك واش كدير عفوا هنا ما كاش عيان نكمل هكا لان شنو لقينا لقينا كدير برونش بارابوليك فيغ او اي يعني تمشي هكا وتبقى دايره هكا هادشي ما كاينش هادي ما كايناش علاش لان الا دارت هكا غدير فير او اكس وهنا فاش كتساوي النتيجه ديال اف دو اكس على اكس كتساوي صفر ما عطاتنا لانفيني دونك فير او واي دونك هذا هو سي دي اف ديالنا هذا هو الرسم التخاصاج ديالاش ديال سي دي اف دونك غادي يجي يقول لك ثالثا En utilisant une intégration par partie, une intégration par بارتي مونتري كو شنو لانتيغرال من زيرو حتى لجوج دو اف دو اكس ديال دي د دي اكس ايغال ا 3 موان او او كاري دونك حنا هادشي اللي خصنا نبينو دونك بار بارتي شنو خصنا نديرو خصنا نبينو شكون هي الداله ديالنا الداله ديالنا هي اف دو اكس هي لانتيغرال من صفر من جوج انا غادي نحاول نسمي هاد لانتيغرال هو جوج هو اي مثلا وغنسميه يعني من جوج شكون هي اف دو اكس اف دو اكس عندي هي اكس ناقص جوج او دو اكس دي, دي اكس تساوي دونك حنا ما كيبناش دابا شنو كتساوي حنا ناخذها هي اي باش ما نبقاوش نعاودو كل مره هادي دونك شنو قلت لكم انا قلت لكم في الدرس ديال الالين اللي قبل من هذا التمرين المقترح ديال 2020 في الالين قلت لكم بان كناخذو جوج او دو اكس وكناخذ في بريم دو اكس بالنسبه للالين الدرس اللي داز خدينا او دو اكس هي اللي كنعطيوها للالين وقلت لكم ليكسبونسيال كنعطيوه ديما دابا منين عندي الحاله ديال ليكسبونسيال كنعطيها لمن الفي بريم دو اكس لان هي من الاكسبونسيال يمكن لي نرجع للداله الاصليه ماشي بحال إلين. للفونكسيون بريميتيف دونك هنا غادي نعطيو اكس ناقص جوج هزينا هذا عطينا هذا وهذا غنعطيو الاي دو اكس دونك شنو قلت لكم كاين واحد التكافؤ ديالاش؟ ديال انني خصني هنايا ناخد هنا كانت عندي او ندير هنا او دي تو كافي هنا دي الاشتقاق ديالها الاشتقاق ديالها هذه دي قلنا مركب دالتين اللي هو واحد هادي صفر وهذا واحد ولكن ليكسبونونسييل د اكس اللي هي في بريم خصني دابا الداله الاصليه ديالها وانا كنعرف بان دي معقل على ان الداله الاصليه ديال او دو اكس هي او دو اكس لين معلومه دونك فاش كتساوي او دو اكس غتبقى هي نفسها علاش لين الا قلبتي او دو اكس واش تقيتيها غتبقى هي او دو اكس دونك شنو كيبقى كيبقى دابا نطبق القاعده قلنا القاعده ديال سميتو ديال لانتيغرال بار بارتي هو ان هذه كلها شنو ساوي؟ كتساوي كتساوي الداله الاصليه ديال الضرب ديال الاصليين صافي بالقاعده ما بين المعقوفات ما بين من صفر حتى لجوج دونك اش كناخذ الاصليين يعني او اي دو اكس وكنضربها في في دو اكس غير في الاصليين هذه ها الاصليه هذه وهذه دونك وكننقص الانتيغرال ديال هذوك اللي زدت عقلوا على هاد الكلام اللي كنقول ديال هادوك لي زدت هادو هما لي زدت دونك شكون هما هو الانتيغرال دو واحد هادشي خدمه بالضرب هادشي الشيء كله كنخدموه بالضرب وكندير دي اكس دونك الى الى حاولنا نشوفو هنايا غنديرو تساوي غنعوضو الضرب ديالهم هو اكس ناقص جوج فوا او دو اكس وبقى لي نعوض في الجوج في, في الجوج وفي الصفر وهنا ناقص الانتيغرال ديالها من صفر حتى الجوج ديال او دو اكس ديد دي اكس سهلت القضيه علاش القاعده كتقول لي الا كان عندي لانتيغرال من ا حتى ل بي تعبوا معايا من ا حتى ل ديال اف دو دي اكس كيس اكس القاعده ديالو هي كتساوي الا كانت عندي كتساوي اف دو اكس من ا حتى ل بي وكنعوض الاف لاكس عند بي ونقصه في الاف عند ا ولكن الشرط باش تكون هذه القاعده صحيحه هو ان خص تكون هذه داله اصليه هذه سي اون فونكسيون بريميتيف ديال كذا دونك هنا خصني نلقى هذه نلقى البريميتيف ديالها تكون هي هذه حنا راه ديجا عندنا لي بريميتيف لنا غير غير نعوضهم ما معنى ان اف داله اصليه ولا فونكسيون بريميتيف د اف هو انا الا قبضت الاشتقاق ديالها تعطيك اف دو اكس يعني اي داله اصليه الا اشتقيتها كتعطي الداله المشتقه ديالها دونك نرجعو للسؤال ديالنا وهنا غاو عندنا اف بقنا نعوضو عند بي وعند ا يعني نعوضو عند جوج. عند جوج عند الجوج الا عوضت عند الجوج غتعطيني شنو غتعطيني ندير تساوي عند الجوج غادي تجيني صفر ها هو غادي نعوض بجوج تجيني اكس ناقص جوج او دو جوج ما كيهمنيش او دو جوج لان هنا صفر صفر في اي عدد موجب ولا سالب كيساوي الصفر دونك عند جوج هادشي كله كيمشي للصفر وعند الصفر كتجيني هنايا واحد حنا قلنا يا ناقص جوج فواحد يا ناقص جوج دونك هنا كلشي بقى ناقص جوج وغنقص كيف قلت في القاعده عند ا الصوره د ا دونك غادي نقب تكون هي الصوره ديال ا عفوا راني نقصتها يعني, يعني درت الصوره ديال بي ها هي عطاتني صفر ودرت الصوره ديال صفر ديال ديال صفر عطاتني جوج دونك غادي نكمل شكون هي الداله الاصليه د او دو اكس راه قلنا هي نفسها هي عاد يعني. مازال قلت لكم هنا هي نفسها دونك قلت لكم انا ملي كنمشيو من هنا لهنا بالمعقوفات بالداله الاصليه اذا غادي ترجع لي هذه الكتابه هذه من الدالة الأصلية ديالها هي أو دو إكس من عين من الصفر حتى لين حتى الواحد حتى لجوج دونك غادي تبقى لي هنا ناقص جوج عاودنا نعوض عند الجوج ونقص عند الصفر تجيني عندي الناقص نفتح الأقواس ما ننساش باش ما ندوخش دونك أو دو جوج ناقص أو دو صفر دونك أو دو صفر واحد غادي تجيني ناقص جوج غدخل الناقص غتغير غد الإشارات غتولي زائد أو دو صفر اللي هي واحد ناقص جوج ناقص واحد هي ناقص واحد ناقص او دو جوج يعني غنرجع غير نشوف غيرات الاشارات قلنا اذا ناقص خصها تجينا ثلاثة ناقصاش تجينا اذا عندي ناقص جوج يعني ناقص هنا خصها تكون عندي زائد واحد نشوفو اه هتكون عندي شحال عندي هنايا غير هنا نعوض بالصفر لا غادي نعوض نعوض او دو صفر غادي تجيني واحد ناقص واحد ها ها الغلط اللي درت هو انني غير غير عوضت عند الصفر غتجي ناقص جوج غادي تجي ناقص جوج انتبهوا لينا شو الاشاره صرا حنا وكدوخنا دونك غادي تنقص غتعوض عند الصفر غتجي او دو صفر هي واحد وهنا تجي صفر ناقص جوج هي ناقص جوج ناقص جوج في واحد هي واحد هي ناقص جوج ولكن العلاقه راه عندنا مسبوقه بناقص اللي كتكون مسبوقه بناقص غتولي هنا بحال اللي كنقول هنا عطاتني في جوج صفر ناقص ناقص جوج غتولي زائد جوج دونك هذه كانت عليها تكون زائد جوج ماشي صفر ماشي نا باش هنا غير غادي ت... غادي تجي معها العلاقه غير تدخل غتولي زائد جوج زائد واحد غتولي زائد ثلاثة عفوا على هذا الغلط ولكن مزيان باش كنركزوا في الاشارات دونك غتجيني نا... زائد جيني هي 3 ناقص او دو جوج هي نتيجة لطال لي دونك السؤال موراه هو بوتي بي كيقول لك مساحة الحيز المحصور بين يعني غنخدمو لا بارتي اشوري لي كومبريز ما بين محور الافاصيل ها هي شوف ها حنا ها محور الافاصيل شوف الشكل ديالنا اللي رسمناه ها محور الافاصيل ايه نكملو السؤال ما بين محور الافاصيل والمستقيمين ديما كيعطيونا مستقيمين لدينا معادلته الاول اكس ايغال زيرو ما معناها زيرو اكس ايغال زيرو هو هذا ولكن ما معنى المستقيم اللي ديالو هو ديما اكس ايغال زيرو كيكون فيرتيكال يعني ما بين هذاك وهذا وهذا ها هو اكس ايغال زيرو هو هذا و اكس ايغال ا 2 نمشيو له ها واحد ها جوج ها اكس ايغال ا 2 تا خصنا نديرو له شكل عاوتاني نديرو له اسامبتوت فيرتيكال نديرو الواحد المستقيم فيرتيكال دونك هو قال لك حسب لي المساحه اللي ما بين هاد جوج مستقيمين او سي دو اف او دو اكس يعني شكون هي المساحه هي هذه دونك اش كنلاحظ انا ديما باش يقول لي نحسب المساحه فاش ما يقول لي حسب المساحه دونك هي اس كتساوي شنو كتساوي لانتيغرال من ا شكون هو هاد ا هو اكس الاولي اللي كيعطاوني مثال بلي هو إكس تاني ديال ديال اف ديال إكس ونقص إكغيك وندير دد إكس نضربها في واحد الوحدة يؤ هادشي كلو نضرب في الوحدة يؤ دونك إف دو إكس خصني تكون القيمة المطلقة علاش لأن إلا كان هاد الفرق سالب ما عمرني نقول بأن واحد المساحة كتساوي ناقص جوج سنتيمتر مربع لا ميمكنش لأن ديما المساحة كتكون موجبة في الماط دونك هداك الشي كنسبقوها بالقيمة المطلقة باش تا كان الفرق سالب كنقلع القيمة المطلقة ونضرب في الناقص دونك هو هذاك الشيء اللي عندنا دابا فوقاش كنعرف اف دو نيت شنو كنت قلت لكم في الجدول شنو قلنا الا كان اف دو اكس الا كان اف دو اكس فوقاش كيكون كي هذا الفرق موجب هو يكون اف دو اكس فوق اي فين في المجال ا بي شكون هو المجال اللي عطاونا هنايا قال لك هو اكس كيقال زيرو اكس ايغال ياش ايغال جوج يعني هنا تكون عندي زيرو وهنا تكون عندي جوج مفهوم اي انني من صفر لجوج غنجي المساحة من صفر حتى الجوج ها هي حتى لجوج شنو لقيت اف دو اكس فرها و هو اف دو اكس فهاد الحيز هذا و هو اف دو اكس مالو تحت او ايكغيك ما معنى ان تحت ايكغيك اي ان هاد الفرق سالب وبالتالي باش نقلع القيمة المطلقة شكون هو ايكغيك هنا اصلا هو صفر علاش لان او اكس كيكون ايكغيك كيساوي صفر عند او اكس ديما كيكون ايغريك يساوي صفر دونك ان هذا الفرق سالب ما معنى أنا ساليب؟ أن سالب ان واخا كيساوي صفر الفرق سالب يعني خصني نضرب في الناقص باش نضربها شكون بقى لي هنا اف دو اكس لان هذا كيساوي صفر ونضربو في الناقص باش نقلع القيمه المطلقه لان سي دي اف تحت محور الافاصيل وتساوي دي دي اكس ونضرب كل شيء في الاخر في واحد الوحده يو ا الوحده ما ليش هنا يعني كنحتفظ بيو ا حتى للاخر دونك وانتم غتشوفوا هذه النتيجه هذه تخرج لي سالبه دونك هنا غادي نحاول نخرج الناقص لينا لانتيغرال هنا الناقص راه بحال اللي كنقول ناقص واحد نضربها في اف دو اكس وهذه سي تيون كونستانت واي كونستانت ممكن تخرج على دلتا على على لانتيغرال دونك غادي ندير ناقص صفر جوج ونخلي هنا اف دو اكس دي دو اكس اي دو ا علاش غنخلي هادي باش غنستافد بان في السؤال اللي قبل منها من راه قال لي بين بان كتساوي 3 ناقص او مربع دونك باش غادي نجي انا نقول لهم ها ديال هادي وهاد النتيجه كله كتساوي ثلاثة ناقص ا مربع كتساوي لنا او آه يلا نتحداو اي واحد تكون هادي سالبه موجبه هادي سالبه علاش لان هادي 3 اما هادي 2.72 غتضرب في المربع ديالها غتولي على الاقل خمسة او 4 للفوق الا دونك غيجي عدد سالب فرق ديال عدد لان هذا كبر من هذا غنضربو في الناقص غيولي موجب دونك حنايا شنو بقينا ما نعطيوه بالفصيله لان ما عندناش السنتيمتر بالضبط ما عطاوناش الباريم ديال ديال هنايا شحال في واحد واش واحد سنتيم ولا جوج دونك غندخلو الناقص غتولي لنا او مربع ناقص 3 كلها مضروبه في الواحد يو ا دونك هكذا ان شاء الله كنكونوا كملنا تمرين اللي غادي نفترضوا انه تمرين يعني مقترح بالنسبة ل 2020 كيف قلنا بان غالب الظن غادي يطيح في الأيلين دونك كان تمرين خفيف ولكن علاش الطول ديالو كان لانني حاولت نديرو خفيف باش نتعمق مزيان في الشرح ديال كل حاجه نتمنى نكون وصلت للهدف نقول لكم تهلاو في راسكم الى حين فيديو واحد اخر وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش تعلموا الفائده وشكرا